سميتني خديجه وام، عندي 3 اطفال، عندي وليدات وبنيته وعندي زوج، وهاد الناس بغا يخرجوني من داري وانا كنطالب بحقي. بغيت هاد السكن نعيش فيه انا وليداتي، غادي يخرجوني من داري. قال لك غنخرجوك باي وجه كان، بغا يخرجوا يعطيوه لواحد في ولادهم في خواتاتها. ما كنخلص لا كلا لا والو، ساريه في داري، وكان كنقطعوا عليا الضوء، قطعوا عليا الماء مده 7 سنين وانا في الحر، ديما فوق الفلعس. باغيين يخرجوني من دها كينصبوا على الناس، خاصهم يخرجوني منها باي وجه كان. وانا سيدي بغيت نعيش. دابا ولا كيحرصوا عليا الجيران باش يخرجوني من السكنه ديالي، وانا ما بغيتش نخرج من السكنه ديالي. دابا كناكل العصا بزاف من عدد الناس. انا راه مواطنه، انا راه مسلمه، انا راه خدكم، بغيتكم تعاونوا معايا وتفقوا معايا. نهار الاعتداء دخلوا عليا جيراني، بدا يتكرفسوا عليا، دخلوا عليا رجال وعيالات، بدا يضربوا فيا على باس الدراري ضربوني والعيالات، بدا يتكرفسوا عليا. واليوم انا في ميريزكو، بغيت انا كنطلب من رجال الامن ياخذوا لي حقي، كنطلب من الله وسيدنا الله يعمر ربي ينصرو. انا مظلومه بزاف ومكرفسه مع وليداتي، وليداتي منك لهم مدرسه اليوم، خاصهم يقراو، واحد يدخل لي مع 11 واحد مع 2، واليوم انا مكرفسه. دابا ضربوني هنا في هاد الجهه، هاد الجهه كنشوف الدم وشدوني، ضربوني هنا في هاد البلاصه، كرفسوني، ضربوني في كتفي، ضربوني. جا الراجل خشاو ليا في الواد، خلاو ليا كاع خانت، بدا يخبطوا ليا فيه، تحاوموا عليه، بدا يقتلوا ليا في الواد الحار. كيقتلوا لي في راسي وكنغوت واعتقوني عباد الله، ما كاينش اللي بغا يحن فيا، لا حنين لا مني، حنسي والله عز وجل. وكيتعرضوا الناس كيقول لهم شوفوا اللي خرجتوا لي هاد السيده اللي طلبتوها نعطيها ليك. وليت كنطلع بوليداتي، كيحرصوا على الدراري عند ولادي، كيبدا يدقوا لي العصا فيهم، وكيقولوا لي الجيران سيري بحالك، ما تبقايش دوجي جيتنا هنايا. كيدور لي هكاك باش نمل ونهرب، وما عاديش نمشي. وانا بغيت هسي سكنه، ونطلب من المحسنين يعاونوني تما، يعطوني هسي سكنه فين نستقر انا ووليداتي. راني مقهوره في هاد البلاصه.